السلام عليكم. الله يسعد مساك ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم لحب ورضا. أما بعد، موضوعنا اليوم يعني ممكن أحد يقول تو الناس يعني إحنا ما صار الحدد وما صار شيء، ولكن حنا نبي نفيد بما فضل رب العالمين، واللي يبي يمسك العلم أبد بنفسه، مو ماسك، ما أقصب أحد أنا ولا أجبر أحد شيء، يعني شفنا فيه فائدة ولا الحمد وفضل منه نفيد فيه. موضوعنا عن الطير اللي يطير مطير قوي، نطار مطير قوي، ثاني يوم ما أدعيه أعلفه يعني على يدي ولا على وكره، وثالث يوم أرجع عادي، يعني ما تغل. أول شيء ما تغل لياختم، كل أحد يقول تغل لياختم، ما تغل دام ألحق الحوق طيب أعرف أنه لياخته تب، فأنا يعني ما هي يوم واحد أضره، راح على الأعصاب وراح على يعني، لأن الطير يعني يجد حاله. فكل يوم أنا أهدى على مهدات قوية، ترى هذه يعني من أكثر الطيور اللي تتملع والسبب هذا يعني الشيء. فالوضع ما فيه، ثاني يوم رايحة على طريقتي، ولا أكرمه يعني في بعض الناس لا صاد حمامته لا حق الحوق طيب وصادها يدبها حمامة كاملة، وهذا خطأ يقع فيه يعني كثير من الصقاقير، ممكن تقولون صارت عندكم. لا أكرمه وجاي بيدعيه ثاني يوم، هدى على حمامه يقوم يرقى الطير وعادي. ليه؟ والله هم لا، يقول لك طارد امس مطرد قوي يرقعها، طبعا هذا ترى عذر اكثر سقاقير، يعني طارد مطرد قوي والله اليوم حبيبي فسقان، لانك شنو اكرمته، زدت وزنه بالعربي. الطير لازم يكون على خط النار، نسال الله يجرنا وياك من النار، اللي هو وزن هدد. امسك العلم باذن الله، رحت لا سويته تعرف الصحيح، تعرف تقول عز الله قالها بإذن الله. احنا ما نزكي نفسنا، شيء جربناه ولا فضل منه نبي نفيد فيه. الطير لا صاد صيده اللي هي الحمامة، أعلفه على العلف اللي يعني كل يوم علفته، ما أزيد وزنه، وزن الهدد بالضبط. إن ارتفع شيء بسيط يعني سالات، ولكن إذا أكرم الحمامة كاملة أنها طار طيار قوي، الطير يصيد نفسه، لازم تحط المعلومة هذه براسك. إذا زدت وزنه ما راح يجد حاله ورا الصيدة. أما تبي اللي تكرمه صحيح على الصيد، على حباره، على كروان، على الصيد يعني عامة، اكرم الطير بإذن الله يجد حاله. أنا عن نفسي ما أكرمه إلا لا صد صيده ولا الفضل منه، خليه يصمل بإذن الله يصمل. ليه؟ ترى الطير يفهم يا جماعة، والله يفهم شيء لمسناه مع طيور وعرفناه، أن الطير يفهم أن هذا الصيده لا صادها يشبع. فأنا عن نفسي أكرمه وقت الصيد، الصيدة والله أني أكرمه، يعني لا هديته تصير عنده نفس الكهرباء سبحان الله وبحمده، ومعنى كهرباء يعني يقوم الطير يطير الطيار، يعني يجد حالة أقوى من الأيام اللي طافت، أقوى أقوى. فهذا الوقت يعني وضع هذا أنا أكرمه صراحة بالشيء هذا. والوضع ما فيه، لازم أنك تعرف قياس طيرك. أنا بأهل الجيارة اللي توهم مشترين الطيور، عسى الله يا رب يبارك لهم ووفقهم جميع مسلم، حاول أنك يعني شبه يومي تقيس، قيس شبه يومي، سجل عندك بالملاحظات بالتليفون، هذا أنا شغلي صراحة. اليوم فلان الشكل، أشوف الطيارة، طيارة طار الطير الشكل، لو يعني أني أصوره، أشوف الطيارة، كل يوم أقيس بإذن الله راح توصل يعني لهدد وزن هدد يعني. لو صار فزلا هذا ثبت عليه واستمتع بالرحلة بإذن الله، عسى الله يوفقكم ويبارك لكم ويطعمكم من صيدهن، اي والله جميع مسلم، ويبارك الجميع من يعني أخذ من أهل الطيور، ويرزق جميع طاروح من أخوانها الطواريح، ويرزق جميع رعي شوزن بالصيد كله. إلا ما ودنا نسوي، المهم فاهمين اللي يقصد، أنا عسى الله يوفقكم يا رب، يوفق جميع المسلمين بما يتمنى، والله ما نتمنى لكم إلا كل خير، الله الشاهد لله الحمد والفضل منه. صلى الله أن يوفقنا وياكم جميع المسلمين، وامسكوا بإذن الله العلم اللي أنا شفت فيه فوائد صراحة. أنا ما أنفعكم إلا أبي ما عند رب العالمين، والله الفضل منه، لأني قاعد أحس بلذة، لذة ما يعلمها رب العالمين يا جماعة، لذة يعني لذة لا ما أعرف أوصفها لكم، لاني قاعد يعني اشوف نفسي قاعد افيد ولله الفضل منه، وهذا يعني توفيق من رب العالمين، احمده واشكره على ذلك صراحه. انا ما زكي حالي واسوي نفسي انا اللي فاهم
وانا صقر لي في اكثر من واحد يعني شعبه خاص يعني ويكلموني يقول والله قاعد تقول لي يعني في صدور للناس يعني والله شجعوني عسى الله يا رب يوفقهم ويرزقهم وجميع المسلم يا رب. هذا تشجيع لي يعني. ويوم نتكلم انا يعني من غير لا يقولوا لي هم يعني والله الحمد قاعد سوالف الشيء اللي قاعد احس فيه لذه ليه لاني قاعد اشوف والله فضل منه ناس تنش علي وتسالني اسئله يعني كثير من الناس يعني ما يعرف هم صياقين يعني ولا تنقيص منهم والله حسن ظن فينا عسى الله يا رب وفقهم. ولكن في ناس ما بيعلمون النوع هذا من الناس يشوفونهم على خطأ يخلونهم وهذا أكبر غلط والله يا صقار. لازم تعلم الشيء يعني اللي الله علمك إياه عشان الله يزيدك من فضله. خذها من أخوك لا شفت واحد جهل بشيء علمه. لا تقول في بعض الناس نسأل الله السلامة ولا يجعلنا منهم يا رب أنا وياكم نسمع لا يقول إذا علمت يا رح صلح سن مني أبي خلي صلح سن منك. تمنى لأخيك المسلم ما تمنى لنفسك والله الله يوفقك ويزيدك من فضله ويسعدك. يعني يكفي أنك تكون باب خير على المسلمين باب خير على المسلمين بجميع الأمور. يعني العلم مو شرط بس بالشرع. الشرع ما فيه ما فيه ما فيه أطيب منه يعني ما فيه أطيب من الشرع بالعلم. ولكن كل شيء له يعني تطرقات وله أمور يعني لابد أنك شنو تفيد الناس بما فخر رب العالمين. نسأل الله أن ينفع بما نقول وأن يوفقنا وإياكم جميع المسلم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.